يعني احنا هنعرض لقطه، انا في اعتقادي هي لقطه المباراه لما الكوره طلعت رامي التماس وزيزو وباهر محمدي، وباهر حضن زيزو وباس، انا تخيلت ان هو بيعطله بس هو في الاخر يعني اعتذره بالشياكه. يعني انا وزيزو كان عايز يلعب الكوره اتفضل بسرعه فباهر عطله فاعتذر له. يعني حاجات مطلوبه، الروح الرياضيه دي مطلوبه في كره القدم طبعا. تعرف احلى حاجه في اللقطه دي يا طارق؟ احلى حاجه في اللقطه ديت زيزو. ليه؟ انت لما كان يحصل معاك كده كنت بتعمل ايه؟ كنت بترميه وبترميه هدي. انا كنت عايز العب بسرعه. بس البوسه هديته شويه. لا قبل البوسه، بص قبل البوسه هات نجيبها تاني يا جماعه. دي لقطه المباراه يا جماعه، خلوها معانا. بص المفروض هو دلوقتي مسكه، المفروض زيزو يعمل ايه؟ يزقه بايده الشمال او يديله كوع ولا حاجه، صح؟ بص بص زيزو هادي ازاي؟ دي لقطه المباراه لزيزو وطبعا وباهر. بس زيزو هدوءه خلى لقطه جميله. بص دي الروح الرياضيه جمال بتبقى مطلوبه. اتفضل يا كابتن حمادي. اللعيبه يبقى في روح رياضيه مطلوبه، ما بقاش اللعيبه متعصبه او متنرفزه. فده اللي حصل، زيزو عايز يلعب الكره بسرعه فبار عطله فحس ان هو غلط فاعتذر له. بس انا عايز يعني عايز اختم بحاجه، اللي احنا اتكلمنا في كل حاجه بس نسينا نقول نادي الزمالك دلوقتي اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، وهو اللي متربع على الدوري يعني فارق على النادي الاهلي بالاهداف. فاتمنى الاستمراريه دي تبقى موجوده في الماتشات القادمه ان شاء الله. جمهور الزمالك ورا الفرقه، ورا الجهاز الفني، مجلس الاداره ورا الجهاز الفني والفرقه ان شاء الله. المكسب القادم مع ماتش اسوان، نحضر المباراه من دلوقتي. المباراه هتبقى الساعه 3 الظهر يا طارق، لازم يبقى التدريب على الاقل، لازم التدريب يبقى في نفس الموعد اللي هنلعب فيه المباراه مع اسوان. يعني نغير موعد التدريب، تعرف اسوان برضه الجو هناك مختلف عن جو مصر. لكن الف الف مبروك. قبل ما نختم، بدانا صح، نهينا صح، النهارده اليوم كان سعيد لان البدايه كانت حلوه، فالنهايه بتبقى سعيده.